حبايبي بريجوان، كل سنة وانتم طيبين. هنكمل النهاردة دروسنا، بس قبل ما ناخد حاجة جديدة تعالوا نعمل كده ريفيجن. احنا خدنا ايه في الالجبرا، خدنا ايه في الجيومتري؟ خدنا في الالجبرا على فكرة دروس كتيرة، واخرهم الكلمة اللي موجودة قدامك دي نمبر 1. حد فاكر الكلمة دي لما يقول لي additive inverse بتعمل ايه؟ additive inverse يعني الحاجة لو لو بوزيتيف ده خليها نيجاتيف، والنيجاتيف اخليها بس، هو ده الاديتيف انفرس. طب لما يقول لك مالتيبليكتيف انفرس فليب، يعني فليب اللي فوق ينزل واللي تحت، من غير ما العب مع الساين. تعال بقى نشوف. بص حبيبي لو سمحت، الاكسبريشن 7a يبقى المفروض ده هيبقى ايه؟ ها؟ شكرا. نيجاتيف 2b يبقى بوزيتيف 9 تبقى مين في دول؟ هو الانسر بتاعتك. شكرا. عشان كده بقول لك قبل ما تحل قول هو انت هتعمل ايه؟ تلاقي المساله بتتحل. سيب اللي في ايدك وخد بالك عشان ما نضيعش وقت. اسمع بقى، لما يقول لك كلمة subtract from، لما يقول لك subtract from ده ممكن يجيبها لك أسهل حاجة وتغلط حضرتك. بص معايا، لو قال لك subtract 7 from 5 أعمل إيه؟ حبيبي عينك على البورد واسمع الكلام، أنا براجع لك سواء تعرف أو ما تعرفش أنا مش زعلان. لما أقول لك حبيبي from، يعني أنا ده اللي أنا هاخد منه أبتدي بيه، يبقى ببتدي باللي بعد from، وبعدين كلمة subtract يعني minus، وروح منزل السيفن وأدخلها في الكالكوليتر. تخيل دي ممكن تجيلك ده مش كده وبس، ويحط لك مكان دي زيرو. يبقى لما اقول لك subtract from ابتدي باللي بعد from. يا مستر اللي انت بتقوله حاجه واللي انت جايبه لي في المساله حاجه تانية. يعني ايه يا حبيبي حاجه تانية؟ بص معايا لو سمحت، الراجل ده يا بابا مدي لك هنا اكسبريشن. يا عم ما اللي يفهم دي حل دي. لا انا مش مصدق اللي انت بتقوله ده. بص معايا لو سمحت، الراجل اهو ادي مسألته. يبقى انا لما اقول لك subtract from هتبتدي بايه يا بابا؟ باللي بعد from، ما بقولش رقم، هبتدي بكل اللي بعد from. يبقى انت حضرتك هتروح جاي، بص بقى، تكتب ال 3y plus 7 الاول، وادي ماينس، بس عشان اللي جاي بعدها حاجتين اعمل برانتسيس قوسين. أو تاني subtract from، هي أبدأ باللي بعد from وبعدين ماينس، واللي جاي بعدها أعمل له برانتسيز. ليه؟ أولا في طريقة تانية؟ ليه؟ تقول لي عشان الماينس دي تدخل على دي تغيرها، فهي بوزيتيف تخليها نيجاتيف، تدخل على دي تغيرها نيجاتيف تبقى بوزيتيف. كده مسألتك كأني خليتها لك مسألة سمبليفاي. طب يا مستر مفيش طريقة تانية؟ في طريقة تانية. subtract from هبتدي باللي بعد from بس اكتبه فوق، واجي للراجل ده اكتبه تحت منه، واخد بالي من اللايك تيرم، يعني الواي تبقى تحت الواي، النمبر يبقى تحت النمبر، الاكس تبقى تحت الاكس. طب يا مستر فين السبتراكت؟ كلمة subtract يعني بغير الساين، اروح جاي للي تحت، بوزيتيف يبقى نيجاتيف، نيجاتيف يبقى بوزيتيف. حابب تحل بالطريقه دي اسمها هوريزونتال يعني جنب بعض، او بالطريقه دي اسمها فيرتيكال يعني تحت بعض، اللي انت عايزه. تعال بقى نكمل. مجرد انك تكتب كده والناس كلها بتشتغل بدي تقريبا،
تقول انا هشتغل بالاله، هقول كده 3 - 7، 3 - 7، يعني في الاله ادخل النمبر بس تديني نيجاتيف 4 وانزل الواي. في الكالكوليتر 7 + 6 هتديني 13 واعملها انا بلس وتخلص المساله. تعالى كده، سوري، تعالى نروح على الفكره اللي بعديها بسرعه. يعني ايه يا مستر كلمه اكسيد؟ يعني ايه اكسيد؟ حاضر، احنا فعلا هنعمل ماينس، بس تعالى افهمها لك بطريقه تانية. انا معايا 7 وسلمى معاها 4، وات مستر اسامه اكسيد؟ زي انكريز، انكريز يعني برضه يزيد فروم سلمى. ها 3 عملت ايه؟ عملت، حاضر، كلمه عملت ايه حاجه من الاربعه، بلس ماينس تايمز ديفايد، عملت ايه؟ شكرا. يبقى لما الاقي اكسيد، سبتراكت، انكريز، ديكريز، كل ده تعمل ماينس. اقول تاني؟ متاكدين؟ كمان مره. ولما اجي اعمل ماينس، لو انت حابب تحلها وهي كده، تحط مكان دي ماينس وتعمل براكت وترجع تحلها ان انا اغير الساين زي نمبر 2. بص بقى للي جايه دي، برضو شغله مركز على السبتراكت. حاطط لي هنا ميسنج، ايه النمبر اللي لما اخد منه ايه يديني نيجاتيف 4 ايه؟ ها مين فهم اللعبه دي؟ يا مستر احنا عندنا مشكله في النيجاتيف. يعني طالما ده نيجاتيف، بص كده، تعالى افهمها لك بطريقه ثانيه. انا هعمل كده سبيس ماينس 2 ايكوال نيجاتيف 6، اهي حولها لك رام نمبر. تقدر تقول لي مين اللي في الاول؟ طيب حاضر، معلش، لو عملت سبيس وقلت هنا 1 وايكوال 4، مين النمبر اللي ازوده على 1 يديني 4؟ 3. شكرا. عملت ايه؟ عملت للاثنين اللي جنب بعض دول ماينس. في مشكلة؟ لا. طب اقول تاني؟ معلش، احنا دلوقتي بلس في المسألة عامة، فاحنا نعملها ماينس. الله عليك، الله عليك، شكرا، الحمد لله على السلامة. حد فاهم حاجة؟ طب بص تاني، أنا هروح على مسألة نمبر 4، هشيل الليتر A، يبقى أنا عندي سبيس ماينس 1 إيكوال نيجاتيف 4، شلت الـ A قدامها 1 بقى نيجاتيف 1، ودي نيجاتيف 4 C. بس استنى يا مستر، إحنا عايزين نلعب مع الـ A. هنا مفيش A، هنا مفيش A. استنى يا مستر، خد لي المسألة دي على جنب علشان نحلها مع بعض تاني. بص معايا معلش، هو هنا بدأ بالايه؟ هل هنا كان في ايه؟ لا، ركز بس معايا، وبره الايه ما لقيتهاش. بص بقى معايا، وات از ذا نمبر؟ اعمله ماينس 1 وهنا يديني 0. ايه النمبر؟ ها 1. شكرا، فعلا هنا يبقى 1، ادي اهو، فتحط 1 ايه. يبقى حبيبي كل اللي انا عاوزه منك، لما تتزنق سيب الليتر، خد النمبر. فده هنا ايه؟ لا، نيجاتيف 1. اشمعنى؟ ما في قبل منها نيجاتيف، فانا حطيت نيجاتيف 1 قبل منه سبيس، بعد منه مفيش ايه، رحت حاطط 0. بنفس الطريقة تعالى نلعب مع البي، هنا بي وهنا بي، بس بص معايا، دي نيجاتيف وجاية بعدها نيجاتيف، يعني كأني بقول لك وات از ذا نمبر بلس 3 بي يديني نيجاتيف 2 بي. ها نيجاتيف 1، استنى يا باشمهندس، حط لي نيجاتيف 1 بلس 3، هل هتدي نيجاتيف 2؟ لا. طب مش احنا لسه قايلين وجايده قالت لما يبقى ده
نعمله حط دي نيجاتيف 3 يبقى دي كلها تبقى كام؟ حاضر تبقى نيجاتيف 5. طب انتوا ليه مش عايزين تشتغلوا بالآلة؟ الله أعلم. تاني حبيبي اسمع كده، هاخد لك صفحة جديدة واجيبها لك من الآخر. زمان بقول للولد لو أنا عندي ميسنج بعمله بلس 2 هنا إيكوال 3، أقول له لما يبقى ده بلس تروح هنا تعمل، لو كان هنا ماينس تروح هنا وتعمل. بس حبيبي نقولها تاني؟ متأكدين؟ طب بص معايا، يعني أنا فرق بس الكلام بينك وبين اللي في برايم إن بدأ يبقى فيه فاريا والبدأ يبقى فيه ليتر. تعالى يا مستر نشيل الزيطة. هو في حاجة مكتوبة؟ ماشي. يبقى أنا هنا، يبقى أنا هنا، بص كده أديني بمشي لك واحدة واحدة، خدت الاي لوحدها وبعدين خدت البي لوحدها، فبقى عندي هنا نيجاتيف 5 بي. معايا؟ آخر واحدة دي ايه؟ بس قبل منها نيجاتيف، يعني كأني بقول لك نيجاتيف سي ايكوال نيجاتيف 4 سي. لو سمحت حط مع السي نمبر، احط 1، الغي السي، وده نيجاتيف. لما اجي اوديه الناحيه الثانيه، شكرا، وادخل حبيبي بالاله، تفتكر الاجابه تديني كام؟ ها؟ طب ما نعمل بالاله، انا مش عارف انتوا لا عايزين تشتغلوا بالاله ولا عايزين تجاوبوا. ها؟ نيجاتيف 3 سي، بس ليه مش عايزين تقولوا؟ مش عارف. تعال بقى ندور على الاجابه دي. A minus 5B negative 3C. فين الإجابة دي؟ أهي يا حبيبي. طب هل ممكن تجيني حاجة بالشكل ده؟ نادرا، بس أنت كل اللي بعمله معاك أنا عايز أعرفك إزاي تعمل إمتى بلس وتعمل إمتى ماينس. تعال نقولها تاني هنا أهو. ده ميسنج، ده اسمه ميسنج، وده بلس انقله، ده ماينس انقله، وتشتغل يا بابا بالآلة. طب تعالوا يلا بسرعة عشان ما نضيعش الوقت، عشان عندي حاجات تانية عايز اقولها لك. بيقول لك 2x ب 2، 2x ب 2 تبقى الاكس بكام؟ ايه؟ شكرا، تبقى الاكس ب 1. اسمع بس، انا بقى عاوز 3x minus 1، يعني 3 times 1 minus 1. برافو عليكم، تبقى 2. لغايه كده في مشكله؟ متاكدين؟ طب نقول تاني؟ حاضر، بص هكمل دي وخلاص اقول لك شكرا. في 4 وبعديها براكت، فاكرين قلنا نعمل ايه؟ ها؟ نعمل تايمز، صح. يبقى دي ال 4 تبقى تاخد اكس وبعديها تبقى 8 وكل ده ايكوال 12. لغايه كده في مشكله؟ حاضر حبيبي، همسح بس اللي فوق ونتكلم سوا مع بعض. بص تاني، ال 4 تدخل على الاكس تبقى 4x، ال 4 تدخل على ال 2 تعمل تايمز تبقى 8 وكل ده ايكوال 12. الراجل ده بيقول لك ايه؟ يا ترى مين من التلاتة دول ينفع الفاليو بتاع الاكس؟ عندك طريقتين، انك تاخد تجرب مرة الاكس ب 2، لو حطيت اكس ب 2 تبقى 8 و 8 16 ما تنفعش، لو حطيتها 3 لو حطيتها ب 3 4 تايم 3، ها الاول سوري حقوق عليا، دي 2 وهنا 4 يبقى 4 تايم 2 تبقى 8، 8 و 8 16، ناخد ال 3 تبقى 4 تايم 3 بكام؟ 12 بلس 2 تبقى 14. ايه؟ فين ال 8؟ اه وبلس 8 كمان، ايوه برافو عليكي. الله يا مستر،
ده انا لما جيت حليت واخترت معرفتش اجيب الانسر. طب ايه البديل؟ بص بقى معايا لو سمحت، اخدها لك لوحدها برضو عشان تعرف ان في حاجة اسمها طريقة حل. الراجل ده مديني 4 ودي اكس بلس 2 ايكوال 12. انا عايز اجيب الاكس بكام؟ بص بقى معايا، هقول ادي 4x ودي بلس ال 4 تدخل هنا تبقى 8 ايكوال 12. اتفقنا ان انا اخد ال 8 انقلها اوبزيت ساين، يعني انقل ال 8، يا 8 انت بوزيتيف انقلك نيجاتيف، فيبقى 4x 12 ماينس 8 بكام؟ شكرا. هعمل ديفايد 4 ديفايد 4 تبقى الاكس ايكوال 1. الراجل ده بقى بيقول لك مين السولوشن؟ ها؟ ايه؟ ليه؟ بص كده مفيش 1. بص تاني معلش، طلعنا الاكس بكام؟ حاضر، نرجع على المسألة، هل في الإجابات في 1؟ ما هي بابا، مين قال لأ؟ معلش أنا آسف، مين قال لأ؟ طب ليه قلت لا؟ مش احنا طلعنا الاكس ب 1؟ عشان المستر بتاعي في المدرسه كان بيحلها بطريقه ثانيه. ايه بقى؟ حاضر اعمل الصوب الاول. الاكس احنا طلعناها 1، هو لما يدي لك سولوشن ست يبقى انت مطالب مره تاخد الاكس ب 2 ومره الاكس ب 3 ومره ب 4. احنا جربنا ال 2 طلعت 14، لما حطيت هنا 2 هنا 4 تايم 4 طلعت 16، يبقى دي ما تنفعش. لو حطينا دي 4 هتبقى 24 برضو مش هتنفع. لو حطيناها 3 تبقى 20، يبقى ولا واحده من الاجابات. الله ينور عليك يا سلام. تعال نشوف اللي بعدها بسرعه. بص معايا لو سمحت، بيقول لي انا عايز الانتجر تبقى حل للايكويجن 7 ماينس 3x equal x minus 3. لما تجي لك حاجة زي كده تقول له اخد الاكس وديها للاكس، ما ارجعش بيدي فاضي، يعني اخد الاكس مع الاكس والنمبر مع النمبر. يبقى انا هنا نيجاتيف 3x جاية لها نيجاتيف x، دي بوزيتيف جاية لها نيجاتيف، واقول ايكوال. هنا نيجاتيف 3 جاية لها نيجاتيف 7، فيبقى عندي نيجاتيف 4x ايكوال نيجاتيف 10. نقولها تاني، ادي x تروح للاكس، بوزيتيف تروح نيجاتيف، ما ارجعش بيدي فاضيه، 7 تروح الناحيه الثانيه. تعال نكمل، اعمل ديفايد نيجاتيف 4. اي حاجه بلس وماينس اشتغل بالاله، الاكس هتطلع لك 5 على 2. هل في الاجابه دي في 5 على 2؟ شكرا، يبقى السولوشن برضو طلعت لي 5. كمان مره نقول تاني. طب بص اللي جايه دي برضو، هل احنا اشتغلنا الاي كارنج نمبر اللي هو بيبقى عليها داش زي دي؟ فاحنا اتفقنا ندخلها في الاله، نفضل نكتب في الاله. بص معايا 0 بوينت، وافضل اكتب 6 لغايه ما املى الشاشه، واقول ايكوال، بتتحول تبقى فراكشن. يبقى ده اسمه ريكارنج، يعني عدد متكرر كذا مره. انا بدخل على الاله فتبقى المساله بتاعتي بقت 2 على 3 اكس ماينس 1 على 3 ايكوال 1. نقولها تاني، انقل النيجاتيف ثيرد، يبقى ال 2 ثيرد اكس ايكوال 1 بلس ثيرد. اعمل لدول بلس، برضو هستخدم الاله، تبقى 4 على 3. اعمل سمبليفاي 3 داون مع 3 داون، ال 2 فوق مع دي تبقى 2، تبقى الاكس بتاعتي تطلع ب 2. نقول تاني، هنبدا دلوقتي في الجيومتري، فانا هعمل ستوب، ويبقى خدنا كده الجزء الاولاني بتاع الالجبرا. يلا بسرعه انقل لي